السلام عليكم ورحمة الله. مقولة شائعة بتقول لك old is gold، ومعناها إن الحاجات القديمة دي معمولة بضمير وإتقان واخدة حقها. فلو جينا نطبق المقولة دي على مجال السيارات وجبنا سيارة فرامل اليد بتاعتها كهرباء وسيارة فرامل اليد بتاعتها عادية، وحبينا نعمل مقارنة بينهم على 3 أنواع من الطرق، تفتكر المقارنة هتطلع لصالح مين؟ الفرامل الكهرباء ولا الفرامل العادية؟ خلينا أوريلك اللي حصل. الاختبار هيتم على السيارتين دول، اللي على اليمين فرامل اليد بتاعتها كهربا واللي على الشمال فرامل اليد بتاعتها عادية. اول اختبار هيكون على اسفلت جاف تماما، مفيش عليه لا رملة ولا مية، وتاني اختبار هيكون على طريق منحني علشان اشوف التحكم في السيارة في المنحنيات، وتالت اختبار هيكون على اسفلت عليه رملة، بحيث هيكون اطارين على الاسفلت واطارين على الرملة. في اثناء الاختبارات هعتمد على المسافة بين العواميد، وهي 29 متر تقريبا. نبدأ أولا بالاختبار على الأسفلت الجاف تماما، والأقماع دي هتكون هي خط البداية في كل الاختبارات، والاختبارات كلها هتكون على سرعة 60 كيلومتر، ونشوف أداء فرامل اليد العادية. زمن التوقف 7 ثواني ونص، ومسافة التوقف 55 متر، والسيارة وقفت في خط مستقيم. نشوف مع السيارة التانية اللي فرامل اليد بتاعتها كهربا الأداء هيكون ازاي. زمن التوقف 2 ثواني ونص، ومسافة التوقف 23 متر، والملفت للنظر ان الاطارات الخلفية ما حصل لهاش اغلاق وزحفت، وده معناه ان الاي بي اس بيشتغل مع فرامل اليد الكهرباء. نروح لتاني اختبار وتاني طريق، اللي هو طريق منحني، علشان نختبر التحكم في السيارة في المنحنيات، ونشوف على سرعة 60 اداء فرامل اليد الكهرباء. زمن التوقف 2.6، ومسافة التوقف 23 متر، والسيارة وقفت بشكل مستقيم على الطريق المنحني. نشوف مع فرامل اليد العادية الوضع هيكون ازاي. زمن التوقف 3 ثواني و6، ومسافة التوقف 29 متر، لكن المشكلة اني فقدت القدرة على توجيه السيارة ولفت حوالين نفسها بسبب ان الاطارات الخلفية حصل لها اغلاق على طريق منحني، ودي مشكلة قتلة. نروح لاخر اختبار، وهو لما يكون اطارين على الاسفلت واطارين على الرملة، ونبدأ بالسيارة اللي فرامل اليد بتاعتها كهرباء. زمن التوقف 4 ثواني و2، ومسافة التوقف 38 متر، وبرضو هنا لو ركزت هتلاقي الإطارات الخلفية ما حصل لهاش إغلاق، والسيارة وقفت في خط مستقيم. نشوف مع فرامل اليد العادية الوضع هيكون ازاي. زمن التوقف 6 ثواني و2، ومسافة التوقف 56 متر، وللمرة التانية فقدت القدرة على توجيه السيارة ولفت حوالين نفسها علشان انغلاق الإطارات الخلفية. الخلاصة إن فرامل اليد الكهرباء أفضل بمراحل من العادية، لأن كل أنظمة الفرامل المساعدة بتشتغل معاها، اللي هي الـ ABS فرامل مناعة للإنغلاق، والـ ESP نظام الثبات الإلكتروني، والـ EBD توزيع إلكتروني لقوة الفرملة. لايك وشير للفيديو علشان الناس اللي ما تعرفش الفرق بين فرامل اليد العادية والفرامل الكهرباء، وبعد ما تضغط على زر اشتراك فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.